أول ظهور لوالدة نادين الراسي بعد تعرضها لجلطة يحزن الجميع، خسرت الكثير من وزنها وهكذا بدت. شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي مع متابعيها عبر إنستغرام صوراً جديدة جمعتها بوالدتها إلهام التي خرجت من المستشفى حديثاً بعد تعرضها لجلطة دماغية أصابتها بشلل في الجزء الأيسر من جسمها منذ حوالي أسبوعين. وظهرت نادين في الصور التي نشرتها عبر خاصية القصص المصورة وهي تحتضن والدتها وعلقت على الصور: يا نور عيوني يا أمي. وكتبت نادين على صورة أخرى: أشعر أنني بأمس الحاجة لوجودك بالقرب مني، هذا الشعور لا يرتبط بوقت ولا بعمر معين. ووجهت نادين رسالة إلى كل الأشخاص الذين تمنوا لها الشفاء العاجل لوالدتها وقالت: شكرا جزيلا لكم، صلواتكم والله يحمي أمهات الجميع الأحياء منهم ليرحم اللواتي غدرنا هذه الحياة. كما شددت على الدور الكبير الذي لعبته والدتها في حياتها وضرورة إفائها بعضا من التضحيات التي قامت بها لصقل شخصيتها. وكان قد تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي في الأيام القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر يفيد بأن والدتها قد أصيبت بالشلل بعد تعرضها لجلطات متتالية. وفي التفاصيل، نشرت مجلة الجرس خبرا يقول إن السيدة إلهام والدة الممثلة اللبنانية نادين الراسي أصيبت بعدد جلطات متتالية على جهة اليمين، ما استدعي نقلها بوجه السرعة إلى إحدى أهم المستشفيات في لبنان، لتشير المجلة إلى أنها أصيبت بشلل نصفي نتيجة الجلطات المتتالية التي عانت منها. وتابعت مجلة الجرس خبرها بالإشارة إلى أن نادين تهتم حاليا بوالدتها وتقدم لها الرعاية والحب والحنان حتى تستعيد وعيها ونشاطها وقوتها، خصوصا أن الأخيرة تعاني منذ حوالي سنة بعد وفاة ابنها الفنان اللبناني جورج الراسي وما تبعه من مشاكل جمة بعد رحيله. بترك إذا ما بقتنع، لا ما بترك، وما في ولد بقاطع أمه. هذا وأشارت الجرس إلى أنها تواصلت مع نادين الراسي لمعرفة ما إذا كانت والدتها فعلا تعاني من أزمة صحية أم لا، لترد الأخيرة مؤكدة الخبر وباكية، وقالت بصوت متقطع وموجوع وخائف: متكلين خير، إن شاء الله بترجع أحسن، أمي كان ضغطة 24 وكنت خسرتها، جهة الشمال كلها تضررت وأصيبت بالشلل، لكن صلوات الناس لأمي أعادتها للحياة. وختمت نادين كلامها بالقول: أمي رح ترجع لي وما رح تتركني، وأنا صار لي أسبوع معها وتحت إجريها.